اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب طبعا بنور احمد الشافعي اللي انضمت لنا في الاستوديو. اهلا بيك يا نور. يا حضرتك وما شاء الله يعني عملتي انجازات كنا نتمنى طبعا مركز اول، بس ما شاء الله انتم ماشيين كويس وده ما يقللش ابدا من المجهود اللي انتم عاملينه. ميرسي. كلمينا عن ماتشاتك، لعبتي كام ماتش، وصلتي فاينل ازاي؟ كلمينا عن البطوله. احنا ابتدينا في المجاميع، لعبنا ماتشين مع مين؟ مع سيد اكتوبر وسيد قطاميه. تمام. بس كنا بنكسب بالسنجل فما كناش بنلعب دبل. لا تمام. سيد كناش بنلعب دبل. كناش بنلعب دبل. ولعبنا السيمي فاينل كسبنا 5-4. حلو. وخسرنا بقى من سموحه 5-4 برضه. كان الموضوع قريب جدا يعني. خسرنا فرق كورتين فعلا. يعني الدنيا كانت ماشيه ايكوال خالص، الموضوع خلص في اخر دقيقه يعني تقريبا. يعني يمكن ده حاجه، بس خلي بالك انا يعني مؤمن بحاجه، انه التنس لعبه صعبه زي تنس الطاوله زي السكواش، ممكن بوينت يغير لك الدنيا كلها. يعني ولاعب ممكن مش بوينت، ممكن لاعب مش متوفق النهارده يقلب لك موازين الفرقه كلها. فخلينا نتكلم. طيب انت متابعه ميار؟ يمكن ميار هي متابعاها. طبعا شوف ماتشاتها كلها. يعني على قد ما اقدر بحاول اشوف كل الماتشات فعلا. طب شايفه ايه اللي بيميز ميار عملته غير اللي قبليها عملوه؟ ميار التنس بالنسبه لها مش جول ملعب بس، هي بالنسبه لها حياتها كلها تنس. هي ظابطه اكلها، ظابطه يعني تمارينها، ظابطه فيتنس، تنس، كل حاجه. منتل، هي منتلي هي سوليد قوي ما شاء الله جول ملعب. عندها سبيريت، مش اللي هو نازله لا، انا عندها ثقه بنفسها ان هي تخش ما بين الناس دي. مش اللي هو هم بعاد لا، انا هكمبيت معاهم وابقى كويسه. انت شفتيها وهي بتتمرن؟ ولا ما شفتهاش؟ لا حضرتها، شفت لها ماتشات انما تمرين ما حضرتيش. طيب شايفه ايه ناقصك؟ يعني انت عايزه تبقي زي ميار. يمكن كلمت مع احمد قبل منك، احمد كان بيقول لي انه شايف لي رؤيه في المستقبل، عايز اعمل ليا طريقين عايز امشيهم. انت شايفه رؤيتك ازاي عشان توصلي تبقي زي ميار ويمكن احسن كمان؟ حابه تسافري؟ جامعه مش عارفه، تقريبا الاوبشن الجامعه ده هيبقى بعيد شويه، بس انا نفسي التارجت تاني العب جراند سلام جونيور. جميل. ده اول تارجت ليا. طب بس اول بطوله فين مثلا من بطولات الجراند سلام جونيور فين؟ بتتابعي؟ بيبقى في اجنده تحدي دولي بتنزل. انت متابعه البطولات دي فين؟ هل نشنتي على بطوله معينه عايزه تروحيها؟ لا لسه. لا بس ده حلم عايزه تحققيه.